وكالة تونس لفريق الأنباء سنة 2021 لاختيار أفضل الرياضيين. اليوم أكيد أعلن عن نتائج الاستفتاء. هذا معنا بالتليفون السيد زهير الوريمي، رئيس قسم الرياضة في وكالة تونس لفريق الأنباء أو التاب كما معروف عليه. سيد زهير، أهلا بك. مرحبا بك زميل سلام، مرحبا بكل المستمعين. شنو حوالك؟ شنو الأمور؟ والله لاباس. اعتقد اليوم وكالة تونس لفريق الأنباء معناتها وفية لعادتها، معناتها تقوم بها كل سنة في الاستفتاء، معناتها الزملاء الصحفيين الرياضيين والخبراء الفنيين للإعلان على الأفضل في 5 مسابقات معناتها لسنة 2021، بعد مجهود استفتاء أولي وقع ترشيح 5 أسماء في كل صنف من أصناف الاستفتاء اللي هم نذكر بهم: أفضل لاعب كرة قدم، أحسن رياضي، أحسن رياضية، أحسن رياضي بارالمبي، وأحسن رياضية بارالمبية. بعد الاستفتاء الأولي دخل معناتها الزملاء الصحفيين الكل سلموا استمارات، كذلك مدربي فرق الرابطة المحترفة الأولى والمديرين الفنيين للجامعات الرياضية، الجميع تسلم معناتها استمارات. اليوم عملنا معناتها الفرز من خلال الزملاء في لجنة مستقلة قامت بعملية تصويت معناتها بشكل مباشر وأعطت النتائج اللي تم الإعلان عليها اليوم الصباح. دونك راك تعطينا اكثر تفاصيل عن النتائج سي زهير. النتائج بالنسبة لمسابقة أفضل لاعب كرة قدم معناتها الياس الصخيري معناتها الدولي التونسي معناتها فاز بالمرتبة الأولى وتحصل على 607 نقطة، يليه وهبي الخزري ب 483، في المرتبة الثالثة علي معلول 441، في المرتبة الرابعة عيسى العيدوني 331، المرتبة الخامسة محمد علي بن رمضان 325. بالنسبة لأحسن رياضي أيوب الحفناوي السباح البطل الأولمبي حصل على 766 نقطة، يليه خليل الجندوبي 531، المرتبة الثالثة كانت من نصيب الدولي في كرة السلة مكرم بن رمضان 356، الدولي في كرة اليد محمد أمين درمود حصل على 272، والدولي في مستوى لعبة كرة الطائرة خالد بن سليمان حصل على المركز الخامس 246. أما بالنسبة للرياضات الاحتياجات الخصوصية ففي مستوى معناتها مسابقة أفضل رياضي احتياجات خاصة وليد كتيلة في المركز الأول 653 نقطة، في المرتبة الثانية ياسين القنيشي 386، المرتبة الثالثة محمد فرحات شيدة 354، رؤي الجبابلي في المركز الرابع 311، والمرتبة الخامسة كانت من نصيب أحمد بن مصلح 243. بالنسبة لأفضل رياضية احتياجات خاصة رياضية بارالمبية، روعة ليلي في المركز الأول 689 نقطة، في المركز الثاني سمية بوسعيد 355، رجاء جبابلي 307 في المركز الثالث، في المرتبة الرابعة نوران الحاج سالم 303، في المرتبة الخامسة فتحية عميمية 238. كذلك اللي تعرف الكون الاستفتاء يشمل كذلك مسابقة معناتها تخص الجمهور، وهذا معناتها راهين بين الظفرين معناتها سواء على مستوى الأداء أو أحيانا زاد شعبية معناتها اللاعبين على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي. النتائج كانت على النحو التالي: بالنسبة لمسابقة أفضل لاعب كرة قدم الياس الصخيري كما فاز في المسابقة الرسمية كذلك فاز في مسابقة الجمهور وتحصل على نسبة تصويت 53.85%. بالنسبة لأفضل رياضي كذلك، ولهنا جات ممكن المفاجأة، محمد أمين درمول لاعب الدولي لكرة اليد تحصل على المركز الأول بنسبة تصويت 66.97. بالنسبة لمسابقة أفضل رياضية في مسابقة الجمهور كذلك عدت معناتها الأفضلية لأنس جابر وتحصلت على نسبة تصويت فاقت 90%. أفضل رياضي بارالمبي وليد كتيلة كذلك جمع المسابقة الرسمية مع مسابقة الجمهور وتحصل على نسبة تصويت 66.33 في مسابقة الجمهور. كذلك في مسابقة الجمهور أفضل رياضية بارالمبية روعة ليلي أضافت كذلك اللقب الجمهوري إلى لقب المسابقة الرسمية وتحصلت على نسبة تصويت 78.67. بالنسبة للجوائز، كيفاش تتم العملية بين تصويت الجمهور وتصويت الإعلاميين والاختصاصيين والفنيين معناه؟ بالفعل واحنا اللائحة نتاع الاستفتاء معناتها منذ الدورة الأولى معناتها وقع الاتفاق تونا معناتها تقع المسابقة الرسمية اللي تهم معناتها الصحفيين الرياضيين المحترفين مع مدربي الرابطة المحترفة الأولى، هذوما معناتها يصوتوا معناتها كما وقع توزيع الاستمارات على تقريبا معناتها 150 استماره بين صحفيين رياضيين ومدربين، واعطت النتائج معناتها التاليه. بالنسبه للاستفتاء معناتها الجمهور هو استفتاء مفتوح للجميع، وانت تعرف معناتها مستويات الاستفتاء
جوات فيها بعض المفاجآت، على أساس أنها تخضع أحيانا حتى لبعض معناتها المجموعات في فيسبوك اي صحيح، لترشيح معناتها معناها رياضي نفهم حسب آخر. نفهم في زوايا انه فقط معناها نجم نقوله معناها رمزي حاجه كما هكا. بالضبط، مقارنه يعني المسابقه الرسميه، لانها مسابقه رسميه كما حكيت لك، فكل عوامل الشفافيه والموضوعيه سواء على مستوى معناتها توزيع الاستمارات او متابعه تعميرها، وكذلك من مستوى معناتها الفرز. بالنسبه معناتها مسابقه الجمهور، لان المسابقه مفتوحه للجميع على الموقع الوكاله، وكل اعتقد لنا كل رياضي حسب حضوره وحسب مدى يعني بين الظفرين شعبيتها على مستوى الجماهير الرياضيه اخذت معناتها تقريبا. هو 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 ما يكونش ظهر لي استفتاء الجمهور، ما يكونش فيه اكثر عاطفه، خاصه نعرفوا اغلب الجماهير تصوت بالانتماء، سواء خاصه الكلوب لاسبيرونس للجمعيات الكبار خاصه، وهذا ممكن نفهمه هنا حصول محمد امين درمول على استبر الرياضي ولا بالفعل. وانا ما تصور في المعطيات مثلا بالنسبه للامين درمول، كنا نتبعه احنا كل مره معناتها نعلن بعض مستويات تطور الاستفتاء، كان من الاول معناتها اخذاه معناتها باش تقول اسبقيه، ما ظاهر كونه معناتها فما معناتها مجموعات معناتها من الاحباء اللاعب الدولي فهمني معناتها صوتوا الامين درمول. سينو بقيت نتائج زهير ظهر لي متوقعه، ما فيهاش برشا مفاجات. بالضبط، تبدو لي معناتها نتائج متوقعه تقريبا، وكما حكيت لك احنا عملنا بشكل ان كل معناتها ضمانات الموضوعيه الشفافيه على مستوى التصويت، كل استماره معناتها يصححها معناتها صاحب الاصوات، وكذلك تقع كما حكيت لك حسب معناتها سواء في مستوى الترشيحات الاوليه بعد الاستفتاء الاولي، لان اللي سال يسال علاش الخمسه هذوما بالذات؟ هذوما تقريبا وقع عليهم الاجماع في استفتاء اولي كونهم هما باش يكونوا متسابقين معناتها في الاختصاص المعين. واليوم بعد كما حكيت لك توزيع الاستمارات معناتها سواء على مستوى المدربين او معناتها الصحفيين الزملاء الرياضيين معناتها في كل المؤسسات الاعلاميه تقريبا في كامل جهات البلاد، اعطت النتائج اللي وقع معناتها التصريح بها اليوم. وقتاش يتسلموا ان شاء الله الجوائز الحفل وقت باش يكون اللي عاودتونا به؟ بالضبط، احنا ان شاء الله معناتها الحفل مبدئيا ان شاء الله يكون في شهر مارس، وهذا يقتضي تنسيق بعض الامور التنظيميه بالنسبه معناتها مدى حضور وجاهزيه معناتها ان شاء الله معناتها المتوجين حتى يقع كيف كيف ان شاء الله، خاطر هي الجزء الثاني من التظاهره ككل، وان شاء الله دائما معناتها نعتبر كون الرياضيين هذوما اليوم في ضيافه، بل ما يكونوا في ضيافه وكاله وصول خير الانباء، هما في ضيافه الاعلاميين الرياضيين. صحيح. يعطيك الصحة، شكرا لك سي زهير على كل هذه التفاصيل. شكرا على الدعم. مرحبا بك سي زهير الوليمي، رئيس قسم الرياضة في وكالة تونس فريق الأنباء. نمشيو فاصل قصير وبعد راجعين مكملين في البلاي حتى الأربعة.